إزاي نقدر ننال النصرة في حربنا الروحية على العالم كعدو لينا؟ بعض الناس للأسف بتعتقد أن العزلة عن العالم أو الهروب من الخلطة بيه بتخلينا قادرين أن احنا ننتصر على شهواته، لكن في الحقيقة العزلة عن العالم مش حل أبداً ولا هتوصلك للنصرة عليه. ده لأننا كمؤمنين مدعوين من ربنا أن احنا نعيش في العالم مش نهرب منه، مدعوين وإحنا عايشين في العالم ناخد حذرنا من ألعيبه وخططه. والعزلة عمرها ما كانت حل المشكلة لكنها هروب منها. الكتاب المقدس بيكلمنا عن كتير من أبطال الإيمان اللي كانوا موجودين في العالم وعايشين فيه وما قدرش العالم أن يؤثر عليهم بأي شكل من الأشكال، بل على العكس الأشخاص دول كانوا مؤثرين بشكل إيجابي جدا وسبب بركة للعالم اللي هم كانوا عايشين فيه وقدروا بنعمة ربنا أن هم يغيروه. وهي دي الإرسالية اللي ربنا اداها لينا كمؤمنين في العالم، إن احنا نكون سبب لتغييره. وده كان واضح جدا لما المسيح قال لنا أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يقودون سراجا ودعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. وبعد ما حط المثال الجميل دوت يدينا أمر واضح وصريح، فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الحقيقة من أكتر الأمثلة القوية في الكتاب المقدس عن الأشخاص اللي ما اختاروش إن هم ينعزلوا عن العالم لكن خرطوا في العالم وكان ليهم دور مؤثر فيه هو دانيال النبي. دانيال كان شاب صغير ولكنه اتسبى مع شعب الله من مملكة يهوذا مملكة بابل. والملفت للنظر إن دانيال كان من الأشخاص اللي راحوا للسبي بدون وجه حق، إنه كان شخص تقي جدا وبيحب ربنا. وفي السبي كان دانيال من الأشخاص المقربين جدا لكل الملوك اللي كان معاصر ليهم، وكان شاهد أمين جدا عن إلهه في وسط السبي. لكن إزاي قدر دانيال في وسط كل الخضم من الثقافات والأفكار المختلفة اللي هو كان عايش فيها إنه يواجه كل الشرور دي واللي كانت في السبي وقدر كمان ينتصر عليها؟ الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لنا عن دانيال إنه أول ما راح للسبي وتم اختياره عشان يشتغل في قصر الملك نفسه، وكان معروف إن القصر مملوء بالشر والنجاسة والفساد، بيقول لنا حاجة جميلة جدا وكانت مفاجأة تطلع من دانيال وهو شاب صغير في الوقت ده. بيقول لنا دانيال اختار انه يكمل في القصر، ما هربش منه، ما اعتذرش عن الوظيفة المرموقة اللي هو تعين فيها، لكنه خد قرار انه ما يختلطش باي شر او انه يمارس اي خطية وهو موجود في العمل بتاعه. كانت البداية عند دانيال من قلبه من جوه، واعلن دانيال اللي في قلبه ده للرئيس في العمل لما قال: وأما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان ألا يتنجس. دانيال هنا بيسلمنا مفتاح النصرة على حروبنا الروحية مع العالم، وهو أنه كل واحد فينا لازم يبقى عنده قرار داخلي إرادي بعدم قبول مبادئ وأفكار العالم. مش كده بس، لكن مطلوب مننا أن احنا نعلن هذا القرار قدام الجميع، ما نستخباش، ما نخافش، ما نخجلش من إعلان إيماننا قصاد العالم اللي احنا عايشين فيه. في الحقيقة محدش يقدر انه ياخد القرار ده ولا يعلنه إلا الشخص المولود من الله، أو بمعنى أبسط الشخص المؤمن الحقيقي اللي خد طبيعة من ربنا تقدر انها تتغلب على طبيعة العالم. وده اللي بيقوله الرسول يوحنا، أن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلى الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. نوال الولادة الجديدة من الله والإيمان بشخص الرب يسوع المسيح وبعمله على الصليب هما الأساس اللي بيه بنقدر نحن ننال نصرتنا على العالم. وده لأن المسيح هو الشخص الوحيد اللي قدر إنه يغلب العالم الشرير اللي إحنا عايشين فيه، وإدانا كمان كمؤمنين نحن ننتصر عليه معاه. ووضح لينا الكلام ده لما قال: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بنلاحظ هنا أن غلبة المسيح على العالم لا تنفي حدوث الضيق لكل المؤمنين، وده بنشوفه واضح مثلا في حياة دانيال اللي كنا بنتكلم عنه. فاختياره أنه يعيش حياة مقدسة في السبي كانت سبب لكتير من المتاعب والضيقات اللي هو واجهها، واللي وصلت أن الملك في وقت من الأوقات ألقاه في جب الأسود لأنه رفض أنه يخضع لمبادئ العالم. فبصراحة العالم مش بيرحب بكل بيوفي مبادئه، لكنه بيفضل يحاربه حتى لو وصل بيه الأمر إلى أنه يتخلص منه تماما. نقدر أقول في آخر حلقة أن مفتاح النصرة في حربنا مع العالم هو قرار إرادي داخلي بعدم الخضوع لمبادئه. القرار ده لازم يكون نابع من قلب مؤمن بالرب يسوع ونال الولادة الجديدة وعايز أنه بجراءة وشجاعة يعلن الإيمان ده في وش كل الناس في العالم.